اليوم كفرع إقليمي للرابطة المغربية للمواطنة حقوق الإنسان بأسفي بندوة صحفية نعرض من خلالها لقضية الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد. اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان اخترنا أننا نسلط الضوء من خلال هذه الندوة الصحفية على ما تعرض له ذوي الحقوق ديال الجماعة السلالية ديال سيدي بوزيد من انتهاك من خلال يعني الاستيلاء على أرضهم بطرق يعني ملتوية واللي خلفت من وراءها واحد العدد ديال الفقراء والمهمشين اللي احنا اليوم كنقولوا بانه خص اعاده الاعتبار لهم وخص جبر الضرر للضرر اللي تعرضوا له خلال السنوات الماضيه. اولا الكيفيه ديال الغناء وامتلاك الارض من طرف الاجداد يعني السلف ديالنا وهم 21 الاجداد ديالنا هما هو اسلافنا رحمه الله عليهم طفوا هما هاد الناس جميع وانتاكوا هاد الأرض بطبيعة الحال اقتنوها وبالمبلغ الحقيقة ما معرفناش المبلغ بالضبط شحال واللي هي المساحة ديالها 250 هكتار وكل واحد بطبيعة الحال ساهم بالغالي والنفيس باش اشترى هاد الأرض وكاين الإنسان كاين الناس هذا نهضر بالدارجة وكل شيء كاين الناس مساكن اللي باعوا كاع ما تيملكوا وباش اقتنوا هاد الارض ومن بعد كانوا تيستغلوها كاراضي فلاحيه تيزرعوا بها بالتناوب لان كانت الناس بطله كتار وكانوا تتنوب لها كل سنه تيحرطها واحد من هاد الاجداد ديالنا وكان واحد الجزء مخصص هي اصلا فيها واحد جزء خاص اللي هو يمكن تستغل الفلاحه وواحد جزء اخر للرعي ومن بعد حنا دائما كنا كنسمعوا ان وزاره الداخليه كتبغي دير لنا هذه الارض علاش باختصار باش دير لنا المنفعه العامه حنا اوكي لا انا ولا انت ولا الاخر واخا نكونوا دي مليونير عمرنا ما كنا غادي نقدروا نهضوا بسيدي بوزيد ولا ديك المساحه الكبيره ولا غادي نعرفوا ولا غادي نقدروا واخا كاع عطاونا نقدروا نديروا فيها شي حاجه اللي وصلت ليه تبارك الله العمران دابا والتقدم والمعاصره ديال دابا راكم عارفينها اوكي حنا مرحبين بالفكره واخا مع العلم اننا كنا ديك الساعه صغار ووالدينا تنقول لهم ما تيعرفوش وانا كنحذفها كنت مكلخه تنقول والديا ما تيعرفوش جربت وحنا رحنا اباء حنا تنقولوا دائما تنعرفوا اكثر من ولادنا المهم كنا تنرحبوا بفكره ان الدوله تجي ولا المنفعه العامه يا ربي غير شي نهار نولوا حتى حنا عندنا ابسط الاشياء داك الحلم تاعنا انا داك ان يكون عندنا حمام انه يكون داك الطوبيس اللي تيجي لنا كنا المدارس معطلين ان يكون عندنا طاكسي ان يكون عندي الحق تكون عندي بشكليت ونهود من هنا بيها وما يتلقى لي حد اني عندي الحق نهود على رجلي الا ما جاش الطوبيس وما يتلقاوش لي الناس ان عندي الحق الا بغيت نحفظ وبغيت نقرا وبغيت نوصل لعاد اوروبا دابا تكون عندي البولة كانت تكون الشمعة كتفاصيل تنعز بغيت تقرا فيك بكري اوكي حنا كنا تنرحبوا بفكرة انه تزيد بينا هذيك وزارة الداخلية دير لنا بلادنا ماشي مشكل دابا نيابة على هالطبقة الهشة انا ما كنت انا بالنسبة لي انا في المانيا ما عندي حتى دافع يجيبني هنا ولا نبقى ندوي ولا نقول انا بغيت ولا انا بغيت مي بغيت خالتي بغيت جدة بغيت جدي اللي مات ومشى محروق يرجع ليه حقوق انا بغيت هاد الناس اللي تهضمات لهم حقوقهم هاد الناس اللي تعدوا عليهم انا كنطلب من جلالة الملك وكنطلب من السلطات وكنطلب وكنشكر هاد الصحافة انها توصل القضية ديالنا للفوق الاعلى اللي هو جلالة الملك وللرأي العام باش يديروا لينا شي حل وينظروا لينا ويشوف احنا ما تنطلبوش المستحيل يتخذوا معنا الاجراءات القانونيه يعطونا حقوقنا بالقانون صافي هذا هو اللي كاين وكيف ما تنقولوا الله الله الوطن الملك مقتطف من جريده رسميه عدد 966 العام 1931 واللي جا فيها مقال مطلب عدد 46,650 وكيقول مقتضى مطلب تسجيل وقع تسليمه للمحافظة في 10 أبريل سنة 1931
فإن جماعة أهل سيدي بوزيد بقبيلة عبدة نائب عنها سيد مدير العام للأمور الأهلية وكيل جماعة الأهلية، يمكن نائب آنذاك جاعل محل المخابرة محل معه بالمراقبة المدنية لعبدة وحمير بأسف طلب بصفته ملاكا تسجيل الملك الذي أراد الذي أراد. شوفوا معي الفصل الأول، هذا هنا هذا قرار موقع وزير الداخلية إدريس البصري في 87، هذا التاريخ أنا أوري لكم، يوافق على تفويت قطعة أرضية مساحتها 63 هكتارا و55 آر تابعة لجماعة أهل سيدي بوزيد والمبينة إحداثيتها بتسبب كذا كذا منها لفائدة الجماعة الحضرية لأسفي. ليش كتفوت؟ قصد إنشاء قصد إحداث مشاريع سياحية. أنتم ما كتعرفوا سيدي بوزيد، كتعرفوا سيدي بوزيد واش فيه شي مشروع سياحي؟ هذا سؤال. 22 يونيو 87 توقيع ديال وزير الداخلية هنا إدريس البصري كاين. الفصل الثاني، يتم هذا البيع ويقبل بثمن فردي قدره، أنتم لاحظوا معايا شحال هنا؟ درهم واحد للمتر. شوفوا عماد الله هذا الطرد هذه بشحال مشيت؟ درهم شحال كيبيعوا عماد الله دابا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السي بن عزاد الجليل نائب الجامعة السلالية أهل سيدي بوزيد بأسفي. خلاصة اللقاء هو في إطار هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ارتأت يعني الرابطة المغربية المواطنة حقوق الإنسان الفرع آسي لما لهذا الملف من إجراءات حقوقية أن تقيم بهذه الندوة الصحفية باش نوضح شوية الصورة اللي تعرضوا فيها أهالي سيدي بوزيد لواحد النوع من الحيف، واحد النوع من الظلم، بحيث انهم تتعتبروا من السلاليين اللي تاخذت ارضهم بدون ما يستفدوا من اي حاجه. انا يعني بعد تعييني كنائب سلالي من مده ماي 2018 كان اول اجراء ديالي وكان هو مراسله جميع هاد الناس اللي استفادوا من هاد الارض وفتح باب الحوار والنقاش، يعني لرد العطيبه لهاد الفئه من رعايا جلاله الملك اللي تهي كتعتبر فئه تمشات نظرا لنزع هاد الارض ديالهم وهاد الملكيه ديالهم. وكان باب الحوار لاني كنعتبروا هنا في مدينه اسفي يعني منغلق، ما كاينش باب الحوار مزيان الا واحد ديال السيد العام الاقليم صاحب الجلاله هو اللي فتح معايا الحوار على اساس انه اعطى واحد التعليمات، واللي ضر في نفسي هو انه لحد الساعه لانه ما يفوق ثلاث شهور مازال هذيك التعليمات اللي اعطى مازال ما كانت فيها حتى شي خطوه اللي باش نمشيو بهذا الملف للامام. جدودي الاولين ضربوا على هاد البلاد وهذاك ناضوا عليها وتقاتلوا وماتوا الله يرحمهم، ما شدوا وما استفدوا من هاد حتى شي حاجه، وخلوا بنتهم حفيده الهاولي خلوها حتى هي ما استفدت من حتى شي حاجه وبلادها هددوها. لا تنسى إعجاب والاشتراك في القناة.